شنو هالمكان؟ واو شباب وبنات، انا وين صرت؟ والله ما ادري وين صرت. اوه شوفوا شنو موجود هنا، فتيات القوة. والله العظيم فتشي رهيب يا شباب ويا بنات. فتيات القوة، اوه هاي بلاسم وهاي بابلز وهاي باتركاب. يا واحدة من بين هذول الثلاث الفتيات القوة انتو تحبون؟ سريع سريع اريدكم هسه تكتبوا لي بالتعليقات شنو تحبون اكثر، بلاسن او بابلز او باتركاب. والله الصراحه اني احبهم الثلاثه شباب وبنات. طبعا اللي يحب فتيات القوه لازم هسه يضغط لايك ويشترك بالقناه ويفعل جرس الاشعارات حتى تثبتون انه انتم تحبون فتيات القوه الكيوت الحلوات. اوكي ماكو مشكله. دقيقه بس، كل فتاه مع القوه جواتها جزيره. دقيقه، اكو جزيره حمراء بس لا تكون نفس هاي الجزيرة. والله ما ادري شباب وبنات، هاي يعني هاي الجزيرة اللي بالواقع هي جزيرة بلاسم، وهاي الجزيرة اللي بالنص اللي هي مال بابلز هي الجزيرة اللي بالنص، والجزيرة الخضراء مال باتركاب هي الجزيرة هنا اللي على اليمين. او ماي جاد شباب وبنات، هل تفكرون فيما افكر؟ تتوقعون يا واحدة من بين هذول الجزيرات الثلاثة نختار، بلاسن، بابلز او باتركاب؟ والله ما ادري شباب الصراحة. طيب خلي نشوف. طيب عندنا الجزيرة اللي لونها اصفر، حلو يعني اللون مالتها رهيب. الاحمر همينة نفس الشيء رهيب. الاخضر لا للاسف شباب، الاخضر ما عجبني كلش هواي. هسه انا محتار بين الاصفر والاحمر، اصفر او احمر. نم 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 شباب، شنو نختار؟ راح اختار بلاسم. اوكي يلا ليتس جو الى جزيره بلاسم. وي واو شباب وبنات، احنا هسه بجزيره بلاسم. والله العظيم شنو هاي الشغلات اللي موجوده هنا؟ او بلاسم عندها سرير احمر، والله رهيب رهيب شباب. اوكي هنا كمية كلش زينة مال كابل ستون، والله ما ادري شنو الفائدة مال هاي الكابل ستون كامل. واو شباب واو واو، والله العظيم كمية كلش زينة. طيب هاي شلون راح افلشها؟ والله ما جاي اعرف اني هسه شلون راح افلشها هاي كلها. او ماي جاد شباب، اوكي ماكو مشكلة. شنو رايكم احنا هسه نشتغل على نفسنا ونضبط وضعنا؟ شنو رايك؟ والله صدق لازم احنا نشتغل على نفسنا. دقيقه خلي اجيب لي مثلا هيجي، مثلا لازم نسوينا تجرايه. اوكي دقيقه، حتى الشباب نحتاجين اخي بايات، احنا نحتاجين كرافتنج تيبل ومحتاجين استكات ومحتاجين هواي حبشكلات حتى شنو حتى نقدر نضبط وضعنا. تمام شباب وبنات، يلا ماكو مشكله، خلي نكمل نضبط وضعنا بهذا الشكل. اوكي نجمعنا بس هذول الاربع حبات خشبايات. طيب اول شيء لازم نسوينا احنا كرافتنج تيبل. جيب الكرافتنج تيبل حطه هنا. شنو نقدر نسوينا بالكرافتنج تيبل؟ اول شيء نقدر نسوي بالكرافتنج تيبل اوكي بينا شباب بكاكس عادية، اوكي حجرية، اوكي اقصد خشبية حتى نفلشنا هذا الستون اللي موجود هنا حتى يطلع عندنا كابل ستون. ورا ما يطلع عندنا كابل ستون نقدر احنا نسوينا بكاكس مال كابل ستون، يعني حتى تعرفون انتو كلش زين انه البكاكس مال الكابل ستون افضل. اوكي نسوينا همينة اكس مال كابل ستون حتى شنو شباب حتى نقدر نفلشنا الخشب اللي راح نسويه ان شاء الله بالمستقبل. نسوينا همينا بما ان عندنا بعد حجر نسوينا شفل. اوكي تمام. او تفاحه، حلو 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 حلو، تفاحه رهيب رهيب رهيب. اوكي نجيب لنا تلايه ثانيه، نطلع لنا شجره بعد. اوكي حلو، جيب هاي الشجره. او شباب صارت الدنيا ليل هسه، شلون ورط هاي؟ اعتقد يبينا نروح ننام هسه. ثواني شباب لازم نسوينا، اوه لازم شمع شباب، حرفيا لازم شمع. والله ما ادري شلون ورطه، شلون راح اسوي لي شمعاني؟ دقيقه لازم هسه، لان الصراحه انا اخاف من الظلمه، والله راح يجون لنا وحوش. والله العظيم شباب وبنات، دقيقه خلي نكمل نفلش لنا هذول كلهن. نسوي لنا فرن اول مره، نجيب الفرن نحطه هنا ونطبخ شنو؟ ونطبخ الفحم. اوكي يلا ليتس جو، خلي هسه ننتظر لين ما الفحم ينطبخ. اوف حتى صارت الدنيا ليل هسه، شلون ورطاي؟ او حلو صار عندنا شوي فحمايات. اوكي خلي نسوي لنا هسه مثلا نسوي لنا شو اسمه اوكي استكات. دقيقه سوي لي استكات، جيب لنا استكات بهذا الشكل. نسوي لنا تورتشايا هنا دقيقه، وتورتشايا هنا وتورتشايا بهذا المكان. تمام نزرع لنا بعد شجره، لان الصراحه محتاجين بعد زياده خشب. هسه اقول لكم شنو فائده الشجره هاي. هاي الشجره ان شاء الله راح تحمينا من مطر، لان الصراحه اذا تلاحظون انه اكو مطر كلش هواي.
واني الصراحة ما اريد المطر، فعلى الاقل هاي الشجرة راح تحمينا من المطر، فنجيب اوكي شفتونا شباب الشجرة هاي راح تحمينا ان شاء الله من المطر. يلا ماكو مشكلة، احنا هسه خلي نروح ننام هنا احسن لنا. يلا تصبحون على خير. وي اي صباح الخير، واخيرا اجى الصبح. واو والله العظيم رهيب الجو، كلش كلش رهيب، عاجبني الصراحة اني الجو. اوكي ماكو مشكلة، خلي نكمل نطير لنا هاي الشجرة. اوه شجرة كلش عملاقة هاي اجت لنا، والله العظيم فتشي رهيب يا شباب ويا بنات. اوكي ماكو مشكلة، بما ان هاي شجرة كلش عملاقة ورهيبة اسطورية، خلي نطيرها نبلشها تفلش كلها. اوكي حلوين حلوين. طيب بس اذا تلاحظون شباب احنا جاي نجوع. لا شباب كمان والله الجوع دا يزداد عندنا، واحنا ما ادري انا هسه شنو لازم اسوي. طيب جت لي فكرة، شنو رايكم احنا نسوي لنا هسه موب تراب؟ شنو رايكم شباب؟ اللي ما بيعرف شنو موب تراب، هو بكل اختصار يعني مكان نرسبن بيه الوحوش، عرفتونا يعني الموب تراب شباب، كلنا نعرف الموب تراب. اوه اذا تلاحظون اكو عندنا كمية كلش زينة مال ستون، يعني فتشي رهيب. اوكي الموب تراب ان شاء الله راح يكون بهذا المكان او بهذا الاتجاه. اوكي الصراحة راح يكون عندنا موب تراب كلش كلش اسطوري وخرافي وما في احسن من عنده، وان شاء الله راح يرسبن عندنا هواي وحوش وهواي كريبارية وهواي زومبيين، وان شاء الله راح نجلدهن ونقتلهن قتلة معدلة. اوكي ماكو مشكلة، خلي نسوي بهذا الشكل. 1 2 3 4 1 2 3 راح يكون 4. اوكي راح يكون بهذا الشكل ان شاء الله. اوكي ما ادري شباب، اعتقد بعد لازم نكبر شوي لان الشكل شكله شوي صغيرون، ماكو مشكله نكبر بهذا الشكل. او حلو هسه صار تمام. دقيقه هسه خلي نكبر شوي من نانه وشوي من نانه، ان شاء الله راح يكون عندنا موب تراب كلش كلش بيرفكتو اسطوري وما في احسن من عنده. اوكي هسه تمام، هسه خلي نصعد اللي فوق كله هيجي، لازم نصعد الموب تراب، لازم هم الوحوش ينزلون هنا بهذا المكان يوقعون هنا، فهمتون السالفه، ويدمجون ويموتون، وراها اني اخذ الاكس بي مالتهن واخذ شنو؟ واخذ الاكل مالتهن والبون مالتهن او العظم، واخذ الجام باودر والشغلات الضروريه والشغلات اللي احنا راح نستفاد منها ان شاء الله. خلينا نصعد بعد بلوكتين، اعتقد هسه كلش كلش كافي، او بعد خلينا نصعد لان الصراحه المكان كلش كلش يعني مو عاجبني كلش هواي المكان، فاعتقد لازم احنا ننزل جوا نجيب لنا بعد كميه مال كابل ستون، لان الكابل ستون خلص، ستون خلص شباب، والله ما ادري شلون ورطه هاي. اوكي خلي نكبر هسه شوي المساحه مال الموب تراب، لازم يكون ظلمه هو يعني حتى يرسبنون الوحوش لازم ظلمه، ولازم يكون اكو ماي، فهمتون السالفه شباب شلون؟ فلازم يكون هذول الشغلات اساسيه ماي وظلمه. اوكي فماكو مشكله نكمل نسوي هذا الموب تراب بهذا الشكل. اوكي اوكي جاي نشتغل، ما باقي شيء شباب وبنات. اي خلص خلص شباب، خلينا ننزل بالشجر. اوكي نجيب لنا بعد الكابل ستونايات او ستونايات اللي موجودات هنا، ونجيب لنا الماي. طيب شلون راح يكون الموب تراب؟ راح يكون بهذا الشكل، هذا كله لازم يكون نفلشه احنا، يعني ما لازم يكون له موجود هذا كله. اوكي والله شباب والله الصراحه انا كلش اخاف من الموب تراب، لان الصراحه الموب تراب اكو احتماليه انه هم ينزلوا لي وحوش ويوقعوني جوا، فما ادري انا الصراحه هسه شنو لازم اسوي، ما جاي اعرف شنو السالفه. اوكي خلي اصعد اللي فوق هسه اول مره، ان شاء الله بعد ما نحتاج لنا استانيات. اي شنو صار؟ دقيقه هاي لازم نفلشها، دقيقه خلي نفلشها بهذا الشكل حلوين. هسه نكمل نصعد نعدل الموب تراب. اوكي ما باقي شيء، والله العظيم شباب والله العظيم هذا ايش اسمه الجزيرة مالتنا الاسطورية الخرافية مال بابلز مو باتر كاب، وش اسمها الاخيرة ذيك بابلز وباتر كاب، ونسيت حرفيا نسيت اسامهن، فتيات القوة والله ما ادري شباب. اوكي نشوف. اوكي من هذا الاتجاه، حلو حلو حلو، نكمل ما باقي شيء، اعتقد هيك كلش كافي الشكل او خرافي. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 لازم كلن 4 شباب،
لازم كلين أربعة حتى يكون الشكل كله متساوي، يعني يكون الشكل معدل، ما نريد خربطة، احنا ما نريد لخبطة، ما نريد لخبطة بالتراب مالتنا. حتى الزومبيين والسكيلتونية اللي راح يرسبنون لنا اريد امبرفكتو، كلنا اريد امبرفكتو، احنا ما نريد مخبلين، يعني تعرفون هاي الشغلة كلش زين اكيد. اوكي هسه نجيب هيجي الموب تراب، راح يكون شوي حلو يعني شكل مالته، ان شاء الله راح يكون كلش رهيب وبرفكت واسطوري وما في احسن من عده. اوكي او والله شباب اعتقد الكابل ستون ما راح يكفن. دقيقه ثواني شباب، اجت لي فكره، خلي اروح اشوف اسماء فتيات القوه. اوكي بلاسم بابلز وباتر كاب. بلاسم، احنا بجزيره بلاسم، شلون نسينا جزيره بلاسم شباب؟ والله ما ادري شلون مرطها. اوكي دقيقة خليني اجي هنا ثواني نكمل نحط الكابل ستون كله بهذا الاتجاه. تمام تمام اوكي، شنو بعد نسوي؟ نجي هنا نكمل نعدل هاي كل الموب تراب، لازم نعدله، لازم نضبطه، نعدله تعدل، لازم يكون معدل على الاخير. اوكي تمام، هسه هذا كله نوصله هيجي نجيبه لهنا. تمام هسه هاي بس نفلشها حلوين. بس الشباب اذا تلاحظون الكابل ستون او ستون راح يخلص عندنا، واني هسه الصراحة ما ادري شنو لازم اسوي، يعني الصراحة انا هسه كلش جوعان وما اعرف شنو لازم اسوي، فلازم على السريع شباب وبنات اخلص لي الموب تراب حتى ما اجوعاني بعد، لان يعني الصراحة اذا اجوع ما الاقي اشي اكله. شوفوا شباب حتى قلوبي دا ينقصن، والله ما ادري شلون ورطة هاي. اوكي ماكو مشكلة، اوه ورطة هاي، ورطة والله العظيم ورطة. خلص الكابل ستون شباب، يبينا طريقة حتى نحصل لنا بها الكابل ستون. والله ما ادري شباب شنو رايكم نروح الجزيره مال بابلز. اوكي جزيره بابلز، اوه همينا بابلز عندها شغلات رهيبه، حلو 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 حلو، بما ان بابلز عندها شغلات رهيبه. بس شباب لازم ننتبه، والله العظيم كلش دمجنا شباب وبنات. دقيقه اوكي وصلنا الحمد لله والشكر. اوكي هاي جزيره بابلز فيها كابل ستون بالهبل. اوكي ما عندنا اكل، والله حرفيا ما موجود، حرفيا كل شيء ماكو، كل شيء ماكو شباب. اني اصلا هسه ما ادري اعرف شلون راح انزل، والله ما ادري، ماكو مشكله خلي نكمل نشتغل ونكمل نصعد كل هذا الموب تراب كامل كله، رفع. اوكي دقيقه نكمل نصعده بهذا الشكل، هسه اعتقد نقفله وبعد نصعد بلوكه. اوكي بس كذا اعتقد كلش كافي، هيك شيء راح يكون الشكل تمام. بس زي ما قلت لكم شباب وبنات لازم يكون المكان ظلمه حتى شنو؟ حتى الوحوش يرسبنن هنا. والله الصراحة أني أخاف كلش هواي من الوحوش، لأن إذا راح يرسبنن وحوش أخاف أني كلش أموت، وأني الصراحة ما أريد أموت، ليش أكذب عليكم شباب وبنات؟ والله إذا أموت أتورط، والله أتورط ورطة مو طبيعية. أوكي ماكو مشكلة نكمل نقفل الموب تراب بهذا الشكل، راح أسويه شوي عملاق كبير شوي، ما أريد الصراحة يكون صغيروني، فماكو مشكلة نكبره بعد بهذا الشكل. والله الصراحة الموب تراب راح يكون يخبط من أروع ما يكون يا شباب وبنات، الموب تراب اللي راح نسويه حرفيا من اروع ما يكون. اوكي نكمل نكمل، ما باقي شيء قربنا نخلصه، بس خاف اموت شباب وبنات، والله خاف اوقع اموت اني، والله ما ادري شلون ورطه هاي، شنو لازم اسوي ما جاي اعرف. دقيقة دقيقة قربنا نخلص، ما باقي شيء، 1 2 3 4 2 3 4 واو 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 واو، جاي نشتغل شغل مو طبيعي، شغل رهيب رهيب اللي جاي نسويه احنا هسه، والله العظيم شغل كلش كلش اسطوري مال المحترفين. طيب هسه شلون راح ننزل؟ جيب الماي شباب، لان الصراحه الدمج اللي راح ندمجه راح يورطنا، والله ما ادري شباب. اوكي احنا لازم نصعد اللي فوق، يا بي شنو لازم نسوي؟ ثواني اجت لي فكره، لازم نجي بهذا المكان، بس لا نلاقينا وحوش هسه، والله بركه لاقينا وحوش، الله يستر الله يستر. دقيقه لازم نشمع، لازم نشمع هذا المكان شباب، ما نريد وحوش، ما اريد وحوش هسه. اوكي نحط لنا باكت ماي هنا، حلو، وباكت ماي ان شاء الله راح يكون هنا بهذا المكان، حلو، وباكت ماي راح يكون ان شاء الله همينا بهذا المكان، حلوين، وباكت ماي هنا. اوكي بس شباب لو مسوين انفنتي واتر كان احسن لنا. ثواني دقيقة جيب التورشايات حتى ما يرسبن الوحوش، ثواني اسوي لنا انفنتي واتر، لان الصراحة اني محتاج بعد ماي. اوكي نترس كل هذول الباكتات الماي اللي عندنا كلهن لازم نترسين. اوكي اترس هذا وترس هذا، هذا بس خليني اجيبه هنا. اوكي ونترس هذا، حلو، ونقفل هذول كلهن،
وشنو بعد نفلش هذا الكابل ستون كامل او ستون كله نفلشه او نطيره حتى شنو حتى يطلع عندنا ماي كله متكامل تمام. هسه عندنا ماي كلش تمام، بس اذا تلاحظون شباب اذا يجون هسه زومبيين هنا انا شلون راح يوقعون هنا انا والله ما ادري شلون ورطه هاي. طيب لازم اشوف لي فتح حل. الحل هو بكل اختصار شنو رايكم نحط لنا باكت ماي هنا يسوى؟ لا 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 خربنا خربنا ابو السالفه خربنا ابو السالفه شباب ما لازم تخرب السالفه. اي 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 حلو حلو حط هيجي اوكي. لا 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 خيرك لا خيرك شباب او همزين 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 ما متني همزين ما متنا. بس شلون راح نصعد شباب هسه؟ او يا ويلي الله ويلي الله شلون راح اصعد ويلي الله. دقيقه هسه نحط لنا باكت ماي هنا ونكمل نصعد بالباكتات الماي. حلو تعال 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 باكت الماي تعال. حلو والله همزين عندنا باكت ماي حتى نقدر نصعد وننزل على راحتنا. طيب هسه لازم نقفل هذا كله ونحط شنو ما نحط شمع اوكي نشد هذا كله. حلو صارت الدنيا ظلمه ما لازم يكون اكو ولا ترتشاي هنا حتى يرسبونون عندنا الموب ترابيه او شو اسمهن الوحوش ان شاء الله. باكر باكر راح نلاقي كوما وحوش ان شاء الله راح ينزلوا لنا. اوكي حلو حلو اصلا هو راح يصير الدنيا له فيعني شيء يبشر بالخير ان شاء الله. اوكي طيب هسه هذا كل الخشب لازم نجيبه ويانا لان الصراحه داي يحط شكل كلش كلش مو حلو فاحنا لازم يكون عندنا بهذا الشكل. اوكي شكل موب تراب خرافي اسطوري ما في احلى من عده. واو واو شباب منو متحمس منو متحمس شباب وبنات انه راح يشوف الموب تراب باكر ان شاء الله. والله ما ادري هسه راح يرسبونن وحوش وراح يجونا وحوش راح ينزلوننا هنا وراح نجلدهن. اوكي ماكو مشكله كالعاده هسه خلي نروح انه احنا احسن احسن لنا. يلا تصبحون على خير. وي شو صوت شو صوت شباب شو صوت؟ لا 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 هذول جابهم لهون جابهم لهون هذول. او ماي جاد شنو صار هنا؟ دقيقه دقيقه شباب والله انخبصت ابو الدنيا. ثواني شباب شو لازم نسوي شو لازم اسوي هاني؟ دقيقة دقيقة شباب او اكو كوما كوما حرفيا كوما وحوش. واو ضبط ضبط الموب تراب ضبط موب تراب. خلي نسوي هسه دقيقة دقيقة دروع مال ستون دروع مال ستون دقيقة 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 اوكي دروع دروع جرية. حلو 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 حلو. طيب شو لازم نسوي؟ اجلد 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 كله كله يموتون يموتون موتوا جلدوا جلدوا على خيرك راح على خيرك راح تقتلنا شباب على خيرك موت 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 انت موت 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 موت. تعال 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 انت تعال يا ورع ما تستحي على حالك. كميه كلش زينه حصلناها شباب وبنات وبعد ينزلون اعتقد الله يستر. اوه اكل اكل حلو 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 الحمد لله والشكر. اوه بس هذا الاكل مو طيب شباب. اوه شوفوا شنو حصلنا خوذه ذهبيه. دقيقه خلينا نجرب نطق نلبسها. اوه خوذه ذهبيه والله ما ادري شلون اجت لنا هاي. اوكي طيب شباب والله الصراحة مشكلتنا مشكلة هاي مشكلة الأكل تورطنا صراحة شباب بينا أكل ما أدري شلون راح أجيب لي أكل أنا. دقيقة جت لي فكرة ليش ما نسوي لنا هسه مزرعة صغيرونة هنا ثواني سوينا مزرعة صغيرونة يعني كلش كلش صغيرونة وما يحتاج لها هواي هواي جهد هواي وقت. أوكي ثواني نسوي لنا أصغر مزرعة بالعالم أوكي بهذا الشكل تمام لأن يعني الصراحة أريد أكل اريد اكل شباب ليش اكذب عليكم. دقيقه خلي اسوي احط لي باكت ماي هنا اكل اكل وين اكل شوفوا الاكل شوفوا الاكل مال الزومبي ما يفيد شباب شفتونه شفتونه حرفيا ما يفيد دا يجوعنا دا يزيدنا جوع هذا مو جاي يشبعنا. اوكي ماكو مشكله خلي اسوي لي هسه اداه مال زراعه ثواني شلون نصنع الاداه مال الزراعه. اوكي بهذا الشكل حلو سوينا اداه مال زراعه بس شلون راح نجيب سيد هسه؟ والله ما ادري شباب وبنات شلون راح اجيب سيد. من هنا ان شاء الله راح يكون السيد. اوكي شباب من هنا راح اجيب لنا سيد. اريد سيد بليز 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 سيد 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 شباب ليش ما جاي يجينا سيد؟ اريد سيد. دقيقه سبع حبات والله حلو كميه يعني محترمه بس قليل بعد اريد زياده. احنا اريد كميه زينه مال سيدايات شباب 10 حبات تمام. حلو بعد 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 جيب 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 فلش كل هذول كلهم فلشين. اوكي اوكي الله ما باقي شيء. او ماي جاد والله الصراحه فد شيء رهيب. اوكي جاي نجمع بالسيدايات حلوين 18 حبه اعتقد كلش كافي اريد 20 على الاقل 20 حبه. اوكي كلش تمام 20 حبه. طيب هسه كلهن هذول خلي نحرثها هاي الارضيه كلها لازم نفلشها ونحطها كلها ارض صالحه للزراعه تمام. هاي شنو الدرتايه شنو تسوي هنا الدرتايه؟
اوكي هسه خلي نزرع كل شيء كل 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 شيء نزرعه هنا. يا ربي يا ربي كفن يا ربي كفن. 1 2 3 4 لا ما يكفن شباب وبنات. شلون ورطة هاي؟ والله الصراحة اريد لي سيدايات شباباني، اريد لي بعد سيدايات. شلون راح اجيب لي سيدايات؟ دقيقة سيدايات بليز، ارجوكم ارجوكم طلعوا لي سيدايات، طلعوا لي سيدايات شباب. هاي طلعوا لي طلعوا لي. ليش ما طلعوا لي سيدايات؟ والله العظيم او طلعوا لي اثنين، طلعوا لي اثنين. حلو، واحدة اثنين، باقي بس واحدة، باقي بس واحدة. اي لقيناها، حلو 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 حلو. هاي يعني كلش تمام. هسه ان شاء الله مشكلة الجوع وخلصنا من عندها. اوكي هسه خلينا نطلعنا 3 حبات. حلو ناخذهن. اه شنو نسوي بهن؟ نسوي بهن خبزاية. حلو الحمد لله، وشكل خبزاية رهيبة. خبزاية جيبها ازرع مرة ثانية. اوكي حلو حلو شباب، مشكلة الاكل وخلصنا من عندها. هسه صار عندنا مستوى الجوع فول فول. هاي ليش الموب تراب ما جاي تشتغل؟ والله ما ادري شنو السالفة. اي بعدني جوعان، بعدني جوعان. جيب ازرع 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 ازرع. لا خلص البون ميل مالتني. او حلو عندنا بعد عظم، عظم مال شو اسمه، مال هذا اللي جلدناه قبل شوية، مال سكيلتن. حلو طيب بعد خبزاية، جيب الخبزاية ناكلها. والله العظيم فشي رهيب من الواحد يكون عنده مزرعة. اوكي اوكي خلينا نطلع كل المزرعه، لان الصراحه جاي نجوع احنا بشكل مو طبيعي شباب، وانا الصراحه ما اريد اجوع كل شوي، فعلى الاقل خلي احنا نسوي لنا كميه زينه مال خبز، حتى شنو حتى بعد نرتاح نهائيا، بعد نرتاح وما ناخذ خبز. اوكي نشوف كلين صعدناهن. هاي بس خلاص. اوكي ماكو مشكله، على الاقل حصلنا كميه زينه مال ويتايات او سيدا مال ويتايات. اوكي ماكو مشكله، انا هسه شنو لازم اسوي؟ راح ابقى اعدل الجزيره مالتي احسن لي. اوكي ماكو مشكله، خلي اكبرها زياده لان الصراحه احسها كلش كلش صغيرونه. واو جزيره رهيبه صارت عندنا شباب. قبل نهاية هذا الفيديو يا شباب، اريد من عندكم هسه تنزلون تحت بالوصف راح تلاقون رابط اريدكم تضغطون عليه، راح تلاقون بيه موقع بوابة العاب العرب، ان شاء الله راح يفوزكم بجوائز وهدايا كلش كلش رهيبة. طبعا هاي الجوائز اسبوعية، يعني بكل اسبوع راح تفوز بشي، يعني فت اسبوع تفوز بتليفون او جوال، وباسبوع تفوز ببلاي ستيشن، وباسبوع تفوز بكارتات جوجل بلاي حتى تشترون ماينكرافت، يعني شغلات رهيبة. فكل اللي اريده من عندكم هسه تضغطون على الرابط اللي موجود تحت بالوصف، وهذا هو ان شاء الله راح تفوزون بهدايا كلش كلش قيمه. وبس لا اطول عليكم اكثر من كذا، مع السلامه.